إذن مشاهدينا ومعنا مباشرة من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله. أهلا وسهلا بك يا دكتور خالد. دكتور خالد، قبل أن نبدأ بتداعيات زيارة الرئيس ترامب، نبدأ من زيارة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وكذلك فيما يخص التباحث في العلاقات الثنائية ما بين البلدين، وخاصة وعامة أيضا العلاقات الخارجية العراقية، كيف سينعكس ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم جميع مشاهدي قناة الفلوجة، وشاكر لهذه الاستضافة. أهلا. بالتأكيد هذه الزيارة هي تأتي استكمالا للزيارات التي أجراها بعض المسؤولين العراقيين، خصوصا رئيس الجمهورية العراقية، والبحث عن علاقات قوية مع دول جوار. هذه العلاقات الأساس المهم فيها هو الجانب الاقتصادي فضلا عن الجانب السياسي. السيد عمر الرزاز أيضا عندما جاء إلى بغداد حمل حقيبة ممتلئة بالجانب الاقتصادي والاستثمارات ومرحلة الإعمار، وبالتأكيد هنا نتحدث عن الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المملكة الهاشمية والعراق، فضلا عن الجانب اللوجستي والمشاريع الاستراتيجية، خصوصا فيما يتعلق باتفاقية الأنبوب النفطي الذي يأتي من البصرة إلى خليج العقبة، وبالتأكيد هنا نتحدث عن خطوات أساسية ومهمة جدا في تفعيل هذه الاتفاقية التي وقعت عام 2013، وبالتأكيد هنا نتحدث عن أن هذه الزيارة زيارة تجارية واقتصادية واستثمارية، فضلا قد تكون هنالك جوانب سياسية حاضرة بهذه الجانب. طيب دكتور خالد، يعني أيضا في موضوع الزيارات، وهناك ربما أصبح واضح هناك لغط ووعيد وتهديد من قبل البعض بعد زيارة ترامب الأخيرة والتي وصفت بالمفاجأة إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار. يعني لماذا كل هذا اللغط على الرغم من ربما بيان السيد عادل عبد المهدي وأيضا أكد بعلمه بهذه الزيارة؟ يعني أول شيء هنا نتحدث عن المشكلة التي تحدث في داخل المجلس السياسي العراقي، وهو عدم وجود رؤية واضحة بالنسبة للسياسة الخارجية على المستوى الدولي، خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية. قبل أن نتحدث اليوم عن هذه الزيارة، كان هنالك استشعار من بعض أعضاء مجلس النواب لتقديم مقترح قانون للحديث عن صدور قانون. هذا القانون في مجلس النواب يلزم رئيس الحكومة العراقي بخروج القوات الأجنبية ومنها القوات الأمريكية، والبعض يتحدث أيضا عن مسألة الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين بغداد وواشنطن في عام 2008. لذلك هذا الحراك النيابي كان ملازما لحكومة السيد عبد المهدي، خصوصا أن هذه الحكومة اليوم ليست مستكملة، والسياسة الداخلية العراقية ليست سياسة متماسكة هشة، فضلا عن الإيرادات الخارجية ما زالت متحكمة بشكل أو بآخر. لذلك انقسم الشارع العراقي اليوم في إطار هذه الزيارة، وهنالك صمت لقوى سنية والقوى كردية في هذه الزيارة، بينما القوى الشيعية صدحت وتحدثت أن هذه الزيارة هي تمثل خرقا للسيادة وخرقا أيضا للأعراف الدبلوماسية. وبالتأكيد هنا نتحدث اليوم أن الشارع العراقي ما زال شارعا غير متماسكا على مستوى مجتمعي وسياسي، خصوصا فيما يتعلق بالقوات الأمريكية وأيضا الوجود الأجنبي في العراق. طيب يعني دكتور خالد، ألا تعتقد ربما يدخل الدافع الإقليمي والدولي لدفع هؤلاء من يهدد، وكذلك بوجود أو زيارة الرئيس ترامب إلى العراق، هل يدخل هذا الجانب ربما لتأزيم أو يعني لجعل الموضوع يأخذ أكثر مما يعني يستوجب؟ يعني أول شيء، هذه الزيارة هي زيارة فيها رمزية كبيرة عندما يأتي الرئيس الأمريكي إلى قاعدة عين الأسد، وبالتأكيد هنا نتحدث بأن الرئيس الأمريكي ترامب على غرار سابقي جورج بوش الابن على سبيل المثال، أوباما، كانت هنالك زيارات إلى العراق، ولكن أيضا هنا نتحدث بأن توقيت هذه الزيارة مع الانسحاب القوات الأمريكية والحديث ترامب بأن هذه القاعدة سوف تكون نقطة لصد العمليات الإرهابية على الحدود العراقية السورية، وأيضا منطلق لضربات أمريكية في داخل سوريا، هذا الأمر أن أتوقع يتعارض مع مبادئ الدستور العراقي ومع أيضا الاتفاقات التي أبرزتها القوى السياسية، سواء كان
منذ 2006 ولحد هذه اللحظة، لأن لا يصبح العراق مكان أو ساحة أو نشاط لأي اعتدادات أو يعني مسألة الاعتداء على دول الجوار، لأن مسألة هذا الأمر سوف لا يريد العراق أن يدخل في اليوم أزمات. هنالك صراع بين أمريكا وإيران، وبالتأكيد عملية تصفية هذا الصراع يجب أن لا تكون في الساحة العراقية. يعني منذ 2003 ولحد هذه اللحظة الساحة العراقية ملتهبة، وبالتأكيد هنا نتحدث عن نوع من المرونة التي يجب أن يكون في إطار هذه المرحلة. هذه الزيارة أيضا جاءت متزامنة مع خروج القوات الأمريكية في عام 2011 في نهاية شهر كانون الأول، وبالتأكيد هنا نتحدث عن السيادة العراقية وعن رمزية هذه السيادة، على الرغم من أن مفهوم السيادة أصبح مفهوم مطاطي في إطار القرن 21. لذلك اليوم نحتاج إلى رؤية يعني كبيرة في إطار هذا المشهد لكي لا يكون هنالك انعكاسات سلبية على الواقع العراقي. دكتور خالد، يعني ربما رؤساء كتل دخلوا بالعملية السياسية الآن هم رافضين بشكل كامل لهذا الوجود الأمريكي، القوات وحتى القواعد الأمريكية. هل من الممكن أن نشهد خلال جلسة مجلس النواب القادمة أن يكون ربما هناك إلغاء لهذه الاتفاقية؟ يعني أنا أتوقع من الصعوبة جدا أن نتحدث عن إلغاء هذه الاتفاقية. يجب أن نتحدث اليوم عن الأمن الوطني والأمن القومي، وبالتأكيد هنا نتحدث عن محددات وأساسيات في إطار هذه الاتفاقية. لكن أنا أتوقع قد يكون هنالك قرار ملزم للحكومة بالنسبة للقوات الأجنبية أو منها القوات الأمريكية. هذه مسألة مطروحة، حتى أن كانت هنالك حراك سياسي يعني تضمين برنامج الحكومي للسيد عبد المهدي في إطار هذه المنحة. لكن أما الحديث عن هذه الاتفاقية قد يكون صعوبة جدا وإحراج الحكومة، وتحتاج إلى مديات كبيرة وتفاوضات كبيرة لكي نستطيع أن نتحدث عن إلغاء هذه الاتفاقية، التي هي أيضا فيها جزء أساسي ومهم جدا، ليس فقط اتفاقا أمنيا وإنما اتفاقية إطار استراتيجي على مستوى جميع النواحي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي. نعم، بالتحديد فيما يخص هذه الموضوع، موضوع تواجد القوات الأمريكية في العراق. يعني أول شيء تواجد القوات الأمريكية في العراق هذا يعني مطروح ويجب أن يحظى بموافقة من الحكومة العراقية. الحكومة العراقية اليوم أيضا هي مسؤولة عن هذا الأمر. صحيح أن السلطة التشريعية هي سلطة رقابية، ولكن أيضا هي تتفاهم وتتعاون مع السلطة التنفيذية في إفراز هذه القرارات. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية استشعرت هذا الأمر وتحدثت عن حلف شمال أطلس الناتو بأن يكون هنالك بعثة دائمية في العراق من أجل هيكلة وتدريب وتجهيز القوات العراقية. وبالتأكيد قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية تدخل من هذا الباب فيما يتعلق بهذا الاتفاق التي وقع في وقت الدكتور حيدر العبادي، وأيضا حلف شمال أطلس الناتو الذي هو قد يعني يستلم زمام مسألة اليوم الضربات الجوية أو حتى تدريب وتجهيز قواتنا العسكرية في العراق. إذن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك.